لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سري مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى سنبل. أهلا بكم سيدي. في ظل تعرض متظاهري البصرة لتهديدات بالقمع في حال بقائهم داخل خيم الاعتصام، كيف يفسر الاستخدام المفرط للقوة وقمع المتظاهرين السلميين في البصرة تحديدا من قبل القوات الأمنية؟ حالة الاختناق التي تشعر به الحكومة وما يسمى مجلس النواب والميليشيات التابعة لإيران جعلت طريق القمع هو الطريق الممنهج لها في سبيل حصاد الاعتصامات والتظاهرات من أجل البقاء في هذه الكراسي تحتية مشروع الفساد الكبير التي تستثمر به إيران من أجل برامجها ومد أذرعها في المنطقة. لذلك هذه التهديدات ليست غريبة على المعتصمين في القصر ولا على كل المتظاهرين في بغداد والمحافظات الأخرى التي يواجهون آلة القمع الميليشياوية برعاية حكومية وتحت نظر ما تسمى مجلس النواب والأساس الثلاث في بغداد. كيف تقيمون الدور البارز الذي لعبه الطلاب في مختلف المحافظات منذ انطلاق ثورة تشرين؟ الطلبة في كل ثورة شعبية هم العمود الفقري لاستمرارها ولمدها بالدماء الجديدة، دماء الشباب التي تسعى للهروب في البلد. هؤلاء الشباب الذين في مدارسهم وكلياتهم يسعون الى رفعه الوطن من خلال العلم، هم يناصرون كل عمل وطني من اجل رفع شانه والخلاص من حاله الفساد والدمار التي يشهدها العراق منذ 16 عاما والتي افرزت حالات من البطاله لحمله الشهادات العليا وللان او عشرات الوف من خريجي الجامعات والكليات والمعاهد العراقية. لذلك رأيت أن هذا قد هو طريق الخلاص من هؤلاء الفاسدين من أجل أن يبنوا لأنفسهم وللأجيال من بعدهم طريقا حقيقيا معبر بالنور والحلم والأمان. من أجل الخلاص من هذه الأزمة التي تنفذها هذه الحكومة الفاسدة في تدمير العراق وسرقة مقدراته وثروات عن أهوائهم وأحزابهم وإسنادا لمن نصبوهم من المحتلين الإيرانيين. إلى أي مدى لعبت نقابة المعلمين والكادر التدريسي عموما دورا داعما للحراك الطلابي؟ حتما ان نقابه المعلمين والمعلمين واساتذه الجامعات يكونون الى جانب طلبتهم وهم ينظرون الى حالات الاحباط والخيبه من هذه الحكومه الفاسده ومن هذا التسلط الايراني للطرف السياسي و الاحتلال كل المطاقم الدوله العراقيه والتي يواجهها الطلبه الخريجون طوال هذه السنوات المنصرمه بحيث لم يحصلوا على اي وظائف، ومن يحاول الحصول على الوظائف فهي مقابل الرشوه التي تقدم الى ما يسمى اعضاء او موظفي الوزارات الحكوميه. لذلك نقابه المعلمين والاساتذه في الجامعات مدعوه للوقوف بقوه و لشد أزر هؤلاء الطلاب والمضي معهم من أجل تحقيق هذه الثورة المباركة والانتفاضة الكريمة التي تسعى إلى وطن كريم يشوده الأمن والكرامة والعز لهذا الشعب. سيد يحيى، هل تعتقدون أن الطلاب سيتنازلون عن مطالبهم وشعاراتهم التي رفعوها في ظل هذا القمع المرتكب ضدهم؟ بالرغم من انهم يواجهون هذا القمع بسلبيتهم وهم مزلوا من السلاح
إلا أنه لا يمكن أبدا التنازل عن حقوقهم أو الالتزام أمام هذه الوجوه التي تحت سلاح الميليشياوية وهي الهزمة في داخلها من جراء تقاطع أوراقها وانتشار دعوات الفاسد واستمارها بأوامر ما يسمى الحرس الشرعي والميليشيات الإيرانية. لذلك الصعب سيبقون مصممين بإذن الله على أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى سنبل، كنتم معنا عبر الهاتف.